السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بعد طلابنا الأعزاء، طلاب الصف العاشر. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. طبعا اليوم راح نتكلم في مادة الحاسوب عن موضوع مهم جدا باختصار، يعني ما راح يعني نتكلم عن هذا الموضوع بشكل خلينا نحكي كبير، لكن بما يخص خلينا نحكي المنهاج والمادة المقررة لكم في هذا الفصل. موضوعنا اليوم نتكلم عن شيء اسمه قواعد البيانات. قواعد البيانات، البرنامج المستخدم في قواعد البيانات اللي هو الأكسس 2010 داتابيس، اتفقنا؟ اذا قواعد البيانات، البرنامج راح نستخدمه هو الاكسس 2010. طبعا بيجي واحد بيقول لي استاذ طب انا ما عنديش 2010، عندي 2007. بقول لك عادي نفس الشيء، عندي 2003 نفس المبدا. نفس المبدا. حصتنا اليوم خفيفه لطيفه ان شاء الله راح تكون، ما راح نطول عليكم مثل الحصص الباقيه، لانه ترتيب الماده انا بيهمني انك تستوعبها بقدر ما انه يعني ما بيهمني كمية خلينا نحكي الوقت اللي احنا بنستغرقه في اعطاء هذه الحصة، اتفقنا؟ يعني انا بيهمني هاي المادة تكون تستوعب المفاهيم الاساسية اللي راح اتكلم فيها، يعني في بعض المفاهيم لازم تفهمها، اذا ما فهمتها ما راح تقدر خلينا نحكي تفهم شو يعني داتابيس او قواعد بيانات. شو بداية مفهوم قواعد بيانات؟ قواعد البيانات باختصار لو بدي اعرفها انا، مثلا تعريف مثلا هوا مثلا نحكي عملي، اجي بقول لك انه قواعد البيانات هي عباره عن مكان بحفظ فيها البيانات تاعتي بحيث ان ارجع لها، بتكون منظمه، بتكون سهل عمليه البحث عنها. يعني هذه باختصار، اذا قواعد البيانات باختصار هي عباره عن مكان معين بحفظ فيه ايش يا شباب اللي خلينا نحكي البيانات تاعتي. البيانات سواء كانت ايش، ارقام، لما احكي بيانات انا بجي يعني البيانات المقصود فيها اللي هو مثلا ارقام، حروف، صور، خلينا نحكي فيديوز، اتفقنا؟ هاي عبارة كلها بيانات. يعني لما اجي انا اطلق مصطلح بيانات المقصود فيها صور، ارقام، وحروف، اتفقنا؟ طيب الكتاب بعرف لكم قواعد البيانات هي مجموعة من البيانات المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة معينة. مثل ما حكيت لك البيانات المقصود ايش فيها؟ صور، ارقام، وحروف. طبعا المقصود بالصور انا قصدي ايش؟ صور هو مالتي ميديا، يعني صور، صوت، فيديو، اتفقنا؟ اذا هي مجموعه من البيانات المرتبطه مع بعضها البعض بعلاقه معينه، اذا بيناتها ريليشن شيب. ريليشن شيب معناتها علاقه، والعلاقات اللي احنا راح ناخذها راح نتطرق لها هي ثلاث علاقات: 1 تو 1، ماني تو ماني، و 1 تو ماني، اتفقنا؟ واحد لواحد، واحد للجميع، او الجميع جميع. طبعا راح نتكلم بشيء بشكل مبسط عن هذه العلاقات. طبعا لما اجي احكي انا هذه البيانات بسال حالي سؤال، هل هي البيانات يا شباب لازم يكون بيناتها علاقه؟ خلينا نحكي متعلقه بموضوع معين، يعني يكون بيناتها رابط خلينا نحكي. طبعا برجع بقول لك شيء اكيد، انه هذه البيانات لازم يكون بيناتها او مرتبطه مع بعض البعض بموضوع معين. مثلا انا مستحيل اجي اربط مثلا قاعده بيانات مثلا طلاب المدرسه، يعني هو مش مستحيل لكن الافضل ان اجي انا اربط طلاب المدرسه مثلا مع المدارس الخاصه او مدارس حكومه، ماشي؟ ما يعني ما بيصير انه اجي احكي مثلا انا عندي قاعده بيانات مثلا طلاب مدرسه الوطن العربي على سبيل المثال اربطها مع قاعده الفضاء الناسا، شو بدي فيها؟ ما بتلزمنيش، صح ولا لا؟ او ما اجي مثلا اجي احكي انا طلاب الصف العاشر مثلا با على سبيل المثال بدي اربطهم مع 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 خلينا نحكي قاعده بيانات، خلينا نحكي المصنع النووي، ما بتلزمنيش، اتفقنا؟ لذلك شباب لازم يكون يعني مرتبطه مع بعضها البعض بعلاقه معينه، وهذه العلاقه تكون في ايش؟ في بيناتهم موضوع معين، اتفقنا؟ مثل ايش؟ مثلا موظف، الموظف بربطه يعني اسماء الموظفين او الداتا بيس تاعت الموظفين بربطه مثلا بداتا بيس مثلا خاصه مثلا بالضمان الاجتماعي على سبيل المثال، او باجي بربطها مثلا بداتابيس خاصه مثلا بالتامين الصحي على سبيل المثال، اتفقنا؟ فانا بدي اياك تفهم من هذا السلايد انه قواعد البيانات هي مجموعه من البيانات مرتبطه مع بعضها البعض بعلاقه ما، والتي لها علاقه بموضوع معين. طب ايش بتكون؟ طب شباب خلينا نحكي الداتابيس او خلينا نحكي قواعد البيانات، تتكون قواعد البيانات من جدول او اكثر. يعني انا لما بدي اجي احكي انا داتابيس معناته هاي الداتابيس هي عباره عن جدول، اتفقنا؟ طبعا جدول ايش بتكون شباب؟ اعمده وصفوف، اتفقنا؟ اذا الجدول عباره عن اعمده وصفوف،
انا ما بدي اكمل، اتفقنا؟ عبارة عن جدول. الجدول هذا بكون في جدول برضو ثاني، ماشي يا شباب؟ هاي شايفينه مربوط مع الجدول الاساسي بعلاقة، راح نتكلم عن كل شيء ايش شباب ان شاء الله بالترتيب. برجع بعيد، تتكون قواعد البيانات من جدول او اكثر، يعني اما جدول، جدول شباب تعرفوه التيبل، الكل بيعرف الجدول اللي بنخزن دائما جواته ارقام وحروف والى اخره. هذا الجدول بامكاني اربطه مع جدول اخر. طيب بجي بسألك سؤال، قواعد البيانات لازم يكون فيها جدول واحد؟ اكيد مينيمم لازم يكون عندي جدول، مينيمم لازم يكون عندي جدول، اقل شيء لازم يكون عندي جدول. طيب ماشي، عرفنا ان قواعد البيانات تكون من جدول او اكثر مربوطه مع بعضها البعض. طيب قلنا في اعمده وصفوف قبل شوي، صح ولا لا؟ خلينا نشوف شباب شو يعني عمود وشو يعني ايش. خلينا نحكي صف. لما باجي بحكي لك الجدول يتكون من اعمده وصفوف، بدك تعرف المصطلح الحقل. الحقل عباره هو عن العمود في داخل ايش؟ الجدول. العمود في داخل الجدول بشكل عمودي، هذا ايش يسمى؟ يسمى حقل، يسمى حقل. بينما شوف، بينما الصف اللي هو السجل، شايفينه يا شباب؟ بينما الصف يسمى سجل، إذا العمود يسمى حقل، والصف شو يسمى؟ سجل. اتفقنا؟ اللي هو شباب الشكل الأفقي يسمى سجل، والعمود يسمى حقل. طيب والصفوف سجلات. خلينا نشوف الجدول، هو عبارة عن مجموعة من الأعمدة والصفوف مثل ما حكيت قبل شوي. الجدول عبارة عن مجموعة من الأعمدة، مجموعة من الأعمدة ماشي، والصفوف، صفوف بشكل ايش؟ أفقي. العمود هو حقل، والصف عبارة عن سجل، تستخدم لتخزين البيانات بشكل منظم ماشي. الحقل هو العمود في الجدول. ميزاته يتميز الحقل او العمود الموجود في الجدول بانه البيانات اللي بداخله تخزن الها نفس النوع. اتفقنا؟ يعني باجي انا بحكي لك لو اخذنا الجدول، وداخل الجدول هذا ايش شباب شايفينه؟ هذا عبارة عن عمود، بداخله يكون مثلا اسم الموظف، خلينا نحكي مثلا كل هذا العمود عبارة عن أسماء. باجي باخذ أنا مثلا عمود ثاني، باجي بحكي لك رقم موظف، بصير أنا أجي أكتب هنا رقم وهنا اسم؟ لا، في عندي أنا عمود خاص بالأسماء وعمود خاص بالأرقام، وفي عندي عمود خاص مثلا بأرقام الهاتف، أو عمود خاص مثلا شباب بإيش؟ بالرواتب. شايفين شباب هذه الأعمدة لو جمعناها جنب بعضها البعض، شوفوا يصير عندي بالنهاية جدول. إذا أنت بتلاحظ يصير بالنهاية عندي جدول. هذا الجدول يسمى إيش؟ قاعدة بيانات، قاعدة بيانات. اتفقنا؟ إذا العمود خصائصه وميزاته إنه له نفس النوع، يخزن فيه نفس النوع. اتفقنا؟ السجل هي عبارة عن مجموعة من الحقول موجودة في صف واحد بجانب بعضها البعض، طبعا زي ما حكينا قبل شوي. انتبه عندي على هذا الجدول. هذا الجدول يمثل، خلينا نحكي الموظف، خلينا نسميه، أو الشركة، أي شيء، جدول عادي. بيحتوي بداخله عمود 2 3 4 5. وكم صف عندي؟ 1 2 3 4، طبعا الخامس هذا مش معبى، خمس صفوف. اتفقنا؟ الان السلايد اللي قبل حكينا من خصائص العمود انه يخزن بداخله البيانات ذات النوع الواحد. يعني انا باجي بحكي هون رقم موظف، بيجي رقمه 1 2 3 134 135. اتفقنا؟ نفس النوع، اسم موظف احمد محمد عبد الله، بصيرش اجي احكي والله اسم موظف مثلا 140. اتفقنا؟ درجة الموظف إلى آخره، التاريخ من نوع تاريخ، الراتب من نوع عملة، راح أتكلم عن هذه الأشياء إن شاء الله كمان شوي. طيب إذا فهمنا إنه الجدول عبارة عن أعمدة وصفوف، العمود يسمى إيش؟ حقل.
إذن مثل ما حكينا، لاحظ عندي الجدول الموظف عبارة عن أعمدة وصفوف، العمود له نفس النوع. طيب باجي بحكي لك تبع علي، شوف السجل، هذا السجل عبارة عن اللون الأخضر شايفه، هذا كلياته سجل عبارة عن الصف خلينا نحكي أو الخط الأفقي في داخل الجدول، بينما الحقل هو عبارة عن إيش؟ الخط العمودي أو إيش؟ عبارة عن مجموعة من البيانات هذه ذات النوع الواحد. أيوة، بدي أسأل سؤال، أي حقل أو أي عمود بتلاحظ احتمالية تكرار الأرقام فيه أو البيانات، تكرار البيانات أو الأرقام فيه صفر، يعني بالعربي لا يجوز تكرار البيانات في داخله. خلينا نشوف الراتب 400 500 450. طب بيجي واحد بيقول لك انا بدي كمان يكون عندي فئة رابعة هون مثلا راتبه 500، بصير تكرار. اذا الراتب بصير يتكرر، تاريخ التعيين برضه بصير يتكرر، درجة الموظف رابعة خامسة سادسة، مثلا احمد درجة رابعة، عبد الله درجة سادسة، بيجي عندك خليل مثلا درجة ايش؟ خامسة، بيجي راشد درجة سادسة، اذا تكرر. الاسم برضه بالصف نفسه، برضه نفس الصف انتوا اللي عندكم في الفصل في اسماء تتكرر، احمد محمد احمد عبد الله الى اخره. لكن لو اجينا على رقم الموظف من سابع المستحيلات شباب، الموظف يحمل اكثر من رقم، لذلك محمد له رقم وظيفي معين، احمد له رقم وظيفي معين، عبد الله له رقم وظيفي معين. اوسط لك اياها، لو اسال سؤال رقم الهويه او رقم المدني تبعك، رقم الهويه تفهم، بصير حدا الرقم الوطني يحمل نفس الرقم الوطني تبعك؟ راح تجاوبني لا، انه هذا الرقم الوطني ممنوع يتكرر، ممنوع يتكرر. والعمود تبع لها الجملة او الحقول التي يمنع تكرار بيانات فيها تسمى برايمري كي، تسمى برايمري كي او مفتاح الاساس، مفتاح الاساس. اذا مفتاح الاساس راح نتكلم فيه كمان شوي، او البرايمري كي هو عبارة عن حقل البيانات فيه ممنوعة تتكرر. مين يعطيني مثال على بيانات ممنوع تتكرر مثلا في حياتنا العملية؟ بيصير حدا يحمل رقم تلفون نفس رقمك؟ اشي اكيد لا. البصمة تاعت الايد، بيصير واحد يحمل بصمة نفس بصمتك؟ اذا هي اشي فريد، اشي خاص ممنوع يتكرر. مثل ما قلت لك قبل شوي برضو الهوية، رقم الهوية ممنوع حدا يشيل رقم وطني او رقم هوية نفس رقم هويتك. لو جينا على المفتاح الاساسي، بعض المفاهيم الاساسية المرتبطة بقواعد البيانات، اول مفهوم اللي هو مفتاح الاساسي البرايمري كي حكينا فيه قبل شوي، اللي هو رمز المفتاح، راح تشوفوا عليه تتعرفوا ان شاء الله. هو حقل او مجموعة من الحقول والتي تجعل كل سجل يتميز عن غيره من السجلات، ويمكن استخدام هذا المفتاح البحث عن البيانات الموجودة في الجدول الى اخره. طبعا تعريف هذا، ميزاته وشروطه، شوف اول ميزة، يحتوي على قيمة وحيدة، يعني بصيرش انا اجي مثلا احكي انا رقم في اكثر من قيمة، مثلا اجي احكي مثلا العمود الموجود في الجدول اللي يحمل المفتاح الاساسي بحط فيه اكثر من قيمة، مستحيل. اثنين، لا يجوز التكرار، مثل ما قلت لك يعني انا بصيرش اكرر البيانات الموجودة في داخل هذا العمود. طبعا راح نتعرف شباب ان شاء الله في العملي على كيف انه لا يجوز التكرار، وكيف انه يحتوي على قيمة واحدة ولا يجوز ان تكون فارغة. شباب اذا عينت انت العمود وجعلته برايمري كي، معناته لازم تعبي بيانات، مستحيل انا يكون عندي طالب ملوش مثلا رقم خلينا نحكي في السجلات اللي عندي، مستحيل. او يجي واحد مثلا معاه هويه لكن لما رجعت الداتا بيس قاعه البيانات الاحوال المدنيه ما لهش رقم وطني، اذا لازم يكون ايش في بيانات، اذا لا يجوز ان تكون فارغه. الثاني او المفهوم الثاني، المفتاح الاجنبي، هو نفسه شباب مفتاح اساسي لكن موجود، اخذته كوبي وحطيته ايش شباب في تيبل او في جدول ثاني وسميناه مفتاح اجنبي. مفتاح اجنبي حتى ايش الغايه من انه اربط البرامج او الجداول مع بعضها البعض، راح نتكلم ان شاء الله كمان برضو لقدام. اذا هو حقل يسمي قيمته من حقل المفتاح الاساسي موجود في جدول اخر او في الجدول نفسه. العلاقات الريليشن شيب
ريليشن شيب شباب شباب هي علاقات بتربط، زي ما قلت لك انا بتربط ما بين خلينا نحكي الجداول مع بعضها البعض. في موضوع اخر بالنسبه للريليشن شيب شباب او العلاقات، لازم يكون تطابق نوع البيانات في كلا العقلين. يعني انا لما اجي احكي مثلا هذا العمود مثلا من نوع بدي اخزن فيه ارقام، والعمود الثاني بده يكون فيه حروف، اجي اربطهم مع بعض، لا يجوز لا يجوز، لازم يكون the same data او the same type of data. اتفقنا؟ يلا انواع البيانات، بما ان تطرقنا للبيانات والداتا، طبعا هذه الصوره موجوده عندك في الكتاب صفحه 55، بدك تعرفها تحفظها شباب. النص مخزن في داخله شباب حروف وارقام، نصوص وارقام، ولا يتجاوز 256 حرف، وبشرط يكون سطر واحد. المذكره نفس النص، ذكر نفس النص، لكن شباب شوف الفرق، لا اكثر من سطر وتتجاوز ال 256 حرف. الرقم طبعا في داخله ارقام، طبعا في ارقام كبيره وارقام صغيره. التاريخ والوقت بخزن من داخله ديت اند تايم، يعني بفورمات معين او بشكل معين، مثل اليوم سلاش شهر سنه او شهر يوم الى اخره. والعمله الكرنسي بخزن في داخلها عمله، والترقيم التلقائي هو طبعا شباب الديفولت تبع برنامجنا، راح تشوف انتم اول ما تنشئ الجدول راح ياخذ برايمري كي ويعطيه ترقيم تلقائي 1 2 3 4 الى اخره. اذا كلها طبعا اكبر من واحد. يس اور نو هي بيانات منطقيه تكون قيمتها اما صح او خطا، اما نعم او لا. مثلا انا بهمني انا في الداتا بيس مثلا يكون عندي عمود من نوع يس اور نو، على سبيل المثال انه هل هذا الطالب ما زال خلينا نحكي على مقاعد دراسه ولا لم يزل، في له اجابه مثلا وحيده، يا اما يس او لا. اتفقنا ولا لا؟ طيب الاو ال اي اتفقنا، هي خلينا نحكي الاوبجكت لينكد انفايرمنت، يعني في عندك صور انت شباب ورسومات بيانيه بتقدر تربطها مثلا مع برامج ثانيه الى اخره، ارتباط تشعب الهايبر لينك مثل ما حكيت انا عنه، اللي هو اللي درس اتش ام ال بيعرف شو يعني هايبر لينك، روابط لصفحات ويب الى اخره، والمرفقات الاتاتشمنت الكل شباب بيستخدمها. بتمنى تكون الحصه شباب هاي يعني خفيفه لطيفه عليكم وما طولت عليكم. بتمنى شباب انه تراجعوا الحصه بكل تفاصيلها، موضوع سهل، بدك تعرف شو يعني جدول، شو يعني خلينا نحكي مكونات الجدول، شو الفرق ما بين السجل، شو الفرق ما بين الحقل، البيانات كيف بربطها مع بعضها البعض، او شو يعني بيانات، اسف شو يعني ريليشن شيب علاقات. باختصار يعني موضوع ان شاء الله يكون سهل، ونشوفكم ان شاء الله الحصه الجاي في خلينا نحكي الاطار العملي. نسال الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.